بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الثالثة من الجزء الأول من كتابي 2022 كأس بدون كأس عالم 2022 A World Without World Cup. موضوع الحلقة اليوم أو عنوانها النهاية، أي نهاية الكيان الصهيوني. وهذه الطريقة اللي أنا استعملتها في الكتاب، أنا بدأت الكتاب بالعكس، أول شابتر في الكتاب تبعي عنوانه النهاية، The End. بلخص في الكتاب كله وكيفية زوال الكيان الصهيوني من أول الكتاب، من أول 5 صفحات اللي هي الملخص تحت عنوان Chapter 1 The End، حتى إذا بده القارئ يستمر في الكتاب برجع للفهرس وبروح على كل نقطة وبلاقيها وين موجودة، وبروح في الكتاب عليها على طول وبقرأها بتمعن فيها أكثر، يعني بتعمق فيها أكثر وبشوف الأسباب كيف أنا حطيت الملخص. نفس الأسلوب أنا مستعمله معاكم في الفيديوهات اللي بنشرها معاكم، بعطي السؤال وبعطي الجواب على طول في أول الفيديو عشان اللي ما عندوش وقت يكمل الفيديو خلص طلع في الزبدة، وإذا بحب يعرف ليش بيقدر يكمل. هذه الحلقة شيقة جدا جدا، فيها معلومات ممتازة، ولكن بدي أبدأها وبدي أحاول، ما بعتقد بقدر أسوي الـ3 نقاط الموجودة عندكم على اللوحة ألخصها في حلقة واحدة، لأنه بجوز الطول أكثر من ساعة أو ساعة، وهذه صعبة جدا. فبجوز بعد ما أخلص كل نقطة أوقف الفيديو أحمل لكم إياه وأرجع للنقطة الثانية والثالثة، يعني راح يجيكم 3 فيديوهات عشان نخلص الجزء الأول. النقطة الأولى تتعرض للسؤال، هل سيكون نتنياهو آخر رئيس وزراء للكيان الصهيوني؟ الجواب بإذن الله ومشيئته نعم سيكون هو آخر رئيس وزراء فعلي. وبما أنه الفترة الرئاسية هاي للكيان الصهيوني قسموها لقسمين، 2 سنين لنتنياهو و2 سنين لبني جانتس، فمن المحتمل انه فعليا هو اخر رئيس وزراء اللي بيعمل العمل، واول ما يسلم حقيبة رئاسة الوزراء لبني جانتس في اول شهر شهرين ان شاء الله، يعني الماكسيموم هاد او الحد كحد اقصى بتنتهي في اول شهرين من عهد جانتس. وانا بتوقع انه نقل الرئاسة بتم في 2022 يا في الشهر الثالث يا في الشهر الخامس، بعرف كيف بدهم يعتبوها، لأنه الانتخابات صارت بعتقد بالشهر الثالث بس شكلوا الحكومة بشهر 5. فعلى أي الأحوال هي هذه الفترة الزمنية اللي بإذن الله اللي أنا متوقع فيها زوال الكيان الصهيوني. خلينا ندخل للجواب على طول. الجواب مستند على حقيقتين. لما انا وضعت الكتاب من 2010 وبدأت في الجزء الاول اللي هو تحت عنوان The End او النهاية، انا كتبت انه زوال الكيان الصهيوني سيكون في الحقبة 19 من رئاسة الوزراء. فذاك الوقت طبعا ما كنتش اعرف مين راح يكون رئيس الوزراء، وحطيت التوقع وكان يعني لسه في كم حوالي 12 سنة لكمان التاريخ اللي أنا متوقع يزول في الكيان الصهيوني، وقلت ممكن ومش ممكن، يعني رقم 19 يكون هو رقم اللي هو الرقم المشؤوم عند بني اسرائيل واليهود انه يكون هو يعني
الوقت اللي راح يزول فيه الكيان الصهيوني. ليش قلت رقم 19؟ لأنه استندت في هاي على معلومات تاريخية سابقة، واللي هي حدثت في عهد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، لما تدمرت المملكة، مملكة اليهود، انقسموا إلى 12 قبيلة، 10 استقروا في شمال فلسطين بحوض بحيرة الجليل اللي هي متاخمة تقريبا للحدود اللبنانية فوق في الشمال. 10 قبائل استقروا هناك واحتفظوا بالاسم إسرائيل، وقبيلتين نزلوا لتحت منهم واستقروا في الجولان وسموا نفسهم جودة. عشان هيك كان في الحلقة الماضية قلت لكم الجولان هي كان اسمها جودة في العهد القديم، لأنه هذه حدثت في ما قبل الميلاد، أظن ب 920 921 قبل الميلاد هذا الشيء. لكن في الحالتين سنحاريب ونبوخذ نصر قضوا على المملكتين في فترة زمنية بيناتهم كانت حواليمش عارف 251 أو 351 سنة ميلادية قبل الميلاد. والمملكتين كانوا في ملكهم رقم 19، يعني لما سنحريب خلص على اللي فوق كان الملك رقم 19 يحكمهم، وبعد 250 أو 350 سنة لما نبوخذ نصر خلص على القبيلتين اللي تحت في الجولان كانوا برضو في ملكهم رقم 19. فهذا مستند تاريخي قد يعيد التاريخ نفسه أو قد لا يعيد التاريخ نفسه. بس سبحانك يا رب، كم تأجلت الانتخابات هاي من 2010 لليوم. يعني من 2010 لما حطيت إنه باعتقادي بتزول في الحقبة الرئاسية رقم 19، وكانت يعني اتس لونج شوت نقول عنها، يعني كان يعني توقع جدا ضئيل، كان ضئيل جدا. ولكن سبحانك يا رب، لما اجى اوباما اجى نتنياهو، بما ان اوباما ضل 8 سنين ما عملوش ولا تغيير وزاري نهائي هناك، وخلوا نتنياهو، لانه زي ما حكيت لكم نتنياهو بيعرف يراوغ الديمقراطيه بس، والجمهوريين بيسألوش عن القضية الفلسطينية. فما في فترة الجمهوريين بيعملوا انتخاباتهم في المواعيد المحددة كل 4 سنين، بس في وقت الديمقراطيين بيحاولوا يقلبوا الحكومة ويجيبوا نتنياهو لأنه أكبر مراوغ في العالم. ولكن اللي أكبر منه الحمد لله طلع رئيسنا دونالد ترامب. طيب، هاي من الناحية التاريخية. بندخل على الناحية الواقعية اللي بتصير في أرض الواقع. بستند على أنه نتنياهو يكون آخر رئيس وزراء للكيان الصهيوني، بستند على ما حدث في الثمانينات من القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي. يعني أنا في آخر حلقة حكيت لكم إنه بتوقع زوال الكيان الصهيوني بالقوة، وأنا لسه لا أزال لحد الآن أرشح إنه زواله راح يكون بالقوة ودراماتيكي يعني كويس. لكن في لهذا لا يمنع إنه اللي بتوقعها مش اللي بتنبأ إنه يحط توقع بديل في حالة إنه إذا زواله راح يكون في طريقة سلمية، طريقة سلسة وبسيطة وبدون أي حروب أو أي هذا، ومش غلط، مش غلط. فأنا في هذا بستند على إنه كيف زرعنا في الاتحاد السوفيتي عميل إلنا أو ايجنت للغرب أو لأمريكا، وظلينا نقوي فيه لوصل لسدة الحكم اللي هو غورباتشوف. ولما وصل لسدة الحكم فقنا في يوم من الأيام بتدبير من الله سبحانه وتعالى، راح فكفك الاتحاد السوفيتي وصارت دويلات ودول مختلفة، وكل دولة استقلت بنفسها. فممكن هذا يحصل مع كيف نزيل الكيان الصهيوني، وكل الدلائل تشير بأنه الاتفاق حصل بالفعل
ما بين الصين وأمريكا، إنه يكون الرجل اللي إحنا زارعينه الآن في الكيان الفلسطيني، في الكيان عفوا في الكيان الصهيوني، لإزالة الكيان الصهيوني هو نتنياهو بالذات. بيقول لي كيف؟ الدلائل قوية جدا جدا ضد، يعني اللي بتدعم قراءتي لما يجري على أرض الواقع. وزي ما قلت لكم أنا مش متنبئ، أنا بس بربط الأمور في بعضها وبعمل على أرض الواقع وبعمل توقعي، وقد تصيب وقد تخيب يعني، بس هذا يكمن بأنه توقع فقط لا غير. فكيف الدلائل القوية المبينة أنه الرجل الذي زرع لتفكيك الكيان الصهيوني هو نتنياهو نفسه؟ تعرفوا أنه هو أساسا متورط في قضايا رشاوي وأخلاقية وكذا وشي في من قبل الكيان، وإذا رفعت عنه الحصانة وانتهى كرئيس وزراء راح يحاكم، وإذا ثبتت عليه الأحكام فيها سجن، زي ما في اثنين الآن من رؤساء الوزراء أو رئيس وزراء ورئيس إسرائيلي سابق موجودين في السجن بعملوها. فهذا الشخص بالذات نتنياهو ما بحبش ينسجن، يعني ما بعتقد انه هذا. فوجدوا له طريقه اذا بتعاون معهم يسلم الكيان الفلسطيني، عفوا اسف الكيان الصهيوني، اذا بده يسلمه وبده ينفذ في جلده، هو الرجل الذي عين او زرع لتسليم الكيان الصهيوني لا قوى التآلف أو التحالف الجديد اللي أنا أطلقت عليه 4+1. وهذا ما يدل على هذا التوجه اللي عندي، إنه قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع شفتوا إنه في وفد صيني رفيع المستوى زار الكيان الصهيوني، وبعدين بتعرفوا حكيت لكم من ضمن أحد وظائف أحد أفراد التحالف 4+1 بخ الإشاعات والبروباغاندا والديسنفورميشن اللي بدك إياه أسميه. فصار إنه على أساس إنه ترامب الآن غضبان على الكيان الصهيوني لأنه بدأ يتعامل مع الصين وبده يعمل معاه اتفاقيات تجارية وتبادل ومش عارف إيش وأسلحة ومن هالقبيل. هذا كله حكي فاضي يعني، بدخلش في عقل واحد عاقل. اللي حاصل إنه هذا الوفد الصيني الرفيع بدأ المهام تبعه وراح يمهد لاستلام كل أصول وموجودات وأملاك السلطة أو الكيان الصهيوني من نتنياهو خلال 24 شهر اللي هو بده يحكم فيه كل وترسانتهم الحربية وكل هالشغلات. وأنا ما بعتقد إنه عندهم قوة نووية نهائي، هذه كلها كذبة تاريخية وجدوها ومشى معاهم الغرب فيها لإخافة جيرانهم. لما دولة لا يمكن لأحد يسمح لهم إنه يمتلكوا أي أو ترسانة نووية، كله حكي فاضي. هذه توقع كمان قولوا عني مجنون زي ما بدكم. فالآن يجري تسليم الكيان الصهيوني لقوة التحالف الجديد بطريقة سلسة وكذا على أن تتم خلال 24 شهر الماضي. الآن ترامب حكيت لكم إنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهناك حطيت المكر، ما أخذ بالقوة والمكر لا يسترد إلا بالقوة والدهاء.
ترامب حتى يحط صمام أمان أو سيفتي فالف زي ما نحكيها بالإنجليزي، ورطهم في شغلة جديدة كمان، ورطهم أكثر حتى ما يلعبش في ديله، لأن تعرفوا هم اليهود والصهاينة ما عليهم مش أمان، يعني بيراوغوا بيحاولوا. فهون أطلق ترامب أيدي مكتب المدعي العام الفيدرالي الذي يثق في ترامب. ترامب يثق في مكتب المدعي العام الاتحاد اللي هو اليو اس اتورني جنرال، يثق في بصورة عمياء لأنه اللي وضعه مخلص شخصي للرئيس ترامب، وهو زي ما سبق وحكيت لكم لا يثق في السي اي اي والاف بي اي لانه الطبقه اللي فوق يعني ولاءها للكيان الصهيوني اكثر من ولاءها لامريكا. فاطلق ايديهم انه يورطوهم في عمليات غسل الاموال. فانا خليني ازيح شويه هون عشان انتم ايش تكتبوا هذه عندكم، اكتبوا هذه الكلمه هابو عالم إسرائيلي بانك، اكتبوها في الجوجل. في قضية جديدة انتهت قبل أسبوعين ما بين الحكومة الأمريكية والبنك الإسرائيلي، يعني نقول عن إسرائيل لأنه هيك اسمه، هابو عالم إسرائيلي بانك، وهذا بنك قوي والأسس تبعه قوية جدا، بس مسكوه في عملية غسل أموال لرجال أعمال أمريكيين ورجال أعمال من دول ثانية. اللي خلصوهم الآن، القضية اللي خلصوها اللي تتعلق برجال الأعمال الأمريكا، وبتعرف عشان كورونا المحاكم ماشي شوي شوي، يعني لأنها مسكرة فماشية ببطء، ولكن بتوقع خلال الأيام أو الأسابيع القريبة القادمة تطلع لوائح رجال أعمال أو الشخصيات المتورطة من الجهة الثانية، يعني من الدول العربية أو من إيران أو من المتورطين في هاي العملية، وتطلع عليهم لوائح الجلب أو لوائح الاتهام. كل هالشغلات هذه خلال الأسابيع القادمة، بس اللي الجزء من هاي القضية اللي انتهى اللي بتعلق في رجال الأعمال الأمريكان المتورطين، فنحكم عليهم في غرامة بحدود 875 مليون دولار، والضرائب المترتبة على الأموال المغسولة بحدود 22 البليون دولار، يعني 2.2 مليار دولار. وبعدين إرجاع الأموال المغسولة. فهون شو بدك تعمل؟ يعني حتى يعني تضيف على هاي الحلقة شغلة مشيقة زي ما تقول، هون بتيجي بتربط قصص الطائرات اللي قاعدة بتيجي من أبو ظبي للكيان الصهيوني مؤخرا، اول واحدة بيضة بدون اي اسم عليها، وادعوا انها مساعدات للشعب الفلسطيني او للسلطة الفلسطينية وبدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهذا لانه ما كانش عليها مساعدات للدولة الفلسطينية او للشعب الفلسطيني. اللي كان عليها الفلوس المترتبة على البنك الصهيوني وعملائه تسليمها للولايات المتحدة. الظاهر ان البنك ما كانش عنده سيولة كاملة، فيا اقترض المبلغ من اصحابه، في دبي وابو ظبي، أو إنه هذا جزء من المترتب على المتورطين من الجهة الثانية، فبعتوا الفلوس
عشان تمهيدا لتسليمها للحكومة الأمريكية. وأضف على ذلك كمان العملية اللي قام فيها الهندية 6 بلايين وبليونين أو 3 بلايين الله أعلم. مش معقول إنه 2 بكل هالسهولة يطلعوا كاش 6 بلايين زائد بليونين للهند بطائرات خاصة بدون ما تكون بتنسيق وبترتيب وبتعتيم من مكتب الاتورني جنرال الامريكي في هذا الموضوع. فهاي كل الاموال كلها نتيجة هذه القضية، ولسه ما خفيها اعظم زي ما بيقولوها، اللي جايكوا اكبر من متورطين. موضوع الطيارة أو بجوز صاروا طيارتين ثانيات اللي بيحملوا بكل وضوح طيران الاتحاد اللي واحدة وصلت منهم قبل 2 ولا بعد الأسبوع الماضي، هذه بعتقد بتقدروا يعني تحللوها بالطريقة التالية كما أقرأها، إنه إذا بتتذكروا كيف وقت هروب زين العابدين من تونس ما قدرش ياخذ كل الاموال تبعه اللي انطفح خزائن، كم قدر ياخذ على الطائره الخاصه اللي هرب فيها من تونس الى جده؟ 20 30 40 صندوق حديدي عبوا فيها ما يكفيهم، ولكن اللي تركوه 10 أو 20 ضعف ما اخذوه معهم بالطياره، اللي تركوه في القصور اللي وجدوه لما دخلوا قصوره بعد ما هرب. في هاي الحالة هون المتورطين على الجهة الثانية على الجهة العربية من رجال أعمال أو شخصيات ستكشف عن أسمائهم في الوقت القريب لحين يصدروا في حقهم مذكرات الادعاء ومذكرات الجلب وهالشغلات هذه. فأظن أنه المتورطين من الجهة العربية بدأوا يشعروا بالخطر وصاروا يهربوا في أموالهم يخبوها عند الكيان الصهيوني في تحضير لهم أنه لما تصدر هاي المذكرات أنه يصيروا يهربوا لعند الكيان الصهيوني عشان يتخبوا ويهربوا من مذكرات الجلب، لأنه مع الأشخاص مكتب المدعي العام الأمريكي مش رايح يسوي معاهم اتفاقيات بس بإرجاع الفلوس، ورايح كمان يحاكمهم جزائيا. خلينا أكتفي بهذا الحد. هذه فسرت السؤال الأول، هل سيكون نتنياهو آخر رئيس للوزراء عشان هاي الفضايح ماسكين ومظبوط وهو اللي رايح يساعد الائتلاف او التحالف الجديد 4+1 بتفكيك الكيان الصهيوني باذن الواحد الاحد، اذا ما تم تفكيكه سلميا، واذا ركبوا راسهم فاللي برجح اللي هو انا برجحه الحسم العسكري كما حصل في لي. أكتفي بهذا الحد هون عشان ضلوا الفيديو إن شاء الله قصير وتقدروا تستمتعوا فيه، وأستودعكم الله. راح يجيكم الفيديو الثاني والثالث عطول وراه، وكلهم تحت EB3A، هذا A راح يجيكم B وC. أوكي إن شاء الله أستودعكم الله.